مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء العربية الفريدة من نوعها، وهو من الأسماء التي تتميز بالعديد من سمات الشهامة والأخلاص. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم ولاء الدين. ولاء الدين اسم علم مذكر من أصل عربي بالإضافة. الولاء وهو الاتباع والنصرة، الطاعة والإخلاص، الميثاق والمعاهدة، القرابة والإخاء، المحبة والصداقة. والدين هو اسم لجميع ما يعبد به الله، الملة والشريعة، السيرة والمذهب، والعقيدة التي يعتنقها أي إنسان حسب معتقداته وقناعاته. وولاء الدين يأتي بمعنى اتباع الدين والإخلاص له وإطاعة تعاليمه السمحاء. صفات حامل هذا الاسم: إنسان منظم في كل أموره، ويحب أن يسود النظام في كل من حوله، يتفانى في خدمة ونصرة كل من يطلب العون والمساعدة، وفي مهما طال الزمن فهو يحفظ الجميل ويرد الإحسان بالإحسان، ينجذب نحو المزيد من المعلومات وسعة الاطلاع، أب حنون على أبنائه ومن يكون تحت سلطته، لا يرضى بسهولة عند الغضب. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم ولاء الدين؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.